السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم التلفاز من نوع LG 50 بوصة بمشكل، سأشغله الآن. الآن واقف على ستاند باي، إذن يبقى واقف على اللوجو على هذا الشكل، يعني بدون خدمة، يبقى فقط هكذا. إذن هذا هو مشكل التلفاز اللي اكتشفته. هذا هو شكل الجهاز من الداخل. طبعا هذا المشكل سببه السوفتوير، اما يكون مشكل من هذا الاو ام ام سي او من هذا الابروم. هذا حتى هذا الابروم يتسبب في هكذا مشكل، يتوقف التلفاز على الشعار. لقد شحنت مسبقا هذا الابروم، نفس الوضع، بقي التلفاز عالق على اللوجو، وبالتالي سوف انتقل مباشره الى هذا الفلاش او ام ام سي، ساقوم بازالتها واعيد برمجتها ونشوف. تابعوا اصدقائي. إذن أنا لدي نسخة مجربة محتفظ بها، هذه هي نفس رقم اللوحة. إذن سأنتظر الحين أن ينتهي ونجرب. تابعوا أصدقائي. جيد، لقد تمت العملية بنجاح.
جيد، الآن سأقوم بالجري. هذه أول تجربة أشاركها معكم أصدقائي. بسم الله. إذا اللمبة ستاند باي شغاله، سأضغط على زر التشغيل. بسم الله. إذا ها هو اللوغو، ننتظر قليلا. بعد أول تجربة فهو يتأخر يعني في التشغيل، فهذا طبيعي. إذن بعدها تظهر هذا ويب يو إس. هذا نظام تشغيل خاص بإل جي. ننتظر قليلا. الإضاءة موجودة. الآن اشتغل. جيد. إذن هذا هو أصدقائي، التلفاز كما تلاحظون قد اشتغل، وكان المشكل هو فلاش OMMC. إذن بعد شحن الفلاش التلفاز اشتغل. الشحنة سوف تجد رابطها يعني أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إذن أعطونا لايك، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب للفيديو. هذا هو أصدقائي، الآن إلى نهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل. تحياتي لكم، مع السلامة.